사람한다. دب الخلاف بين ورد وميساء بعد أن تعرضت أمتعة الفريق للعبث والسرقة على يد اثنين من المحتالين ينتميان إلى مجموعة غامضة تدعى منظمة زعيم الظلام، ونافس أصدقاؤنا هذين المحتالين في مسابقة معركة العالم، ولكن سرعان ما تبين لهما أنهما وقعا في شرك هذه المجموعة فتصالحا وتعاهدا على هزيمة الأشرار. يا له من مكان جميل. بل هو مكان غريب ومخيف جدا. هل أنت واثق بأن هذا طريق مختصر إلى مدينة الضباب؟ لا شك في ذلك، فالآنسة بلسم هي التي أخبرتني بهذا. قالت لي إن الرحلة إلى مدينة الضباب قد تستغرق في العادة بضعة شهور، ولكن إذا استخدمت هذا الكهف الذي يقع تحت الأرض فسيكون الأمر مختلفا لأنه طريق مختصر. لا أدري إن كان هذا هو المدخل الصحيح. لا جدوى من التفكير في هذا، دعونا ندخل لنعرف ذلك. نحن محظوظون لأننا وجدنا هذا الكهف، فلولا ذلك لكنا اضطررنا إلى الالتفاف حول الجبل مستغرقين بضعة أشهر للوصول إلى هناك. علينا أن نشكر الآنسة بلسم على هذه النصيحة الرائعة، فهي تفاجئنا في كل مرة بشيء. هذا الكهف ما هو إلا نفق طويل يمتد في عمق الجبل. إنه غير مرسوم على الخريطة، وعلينا أن نعتمد في سيرنا على المعلومات التي أخذناها من الآنسة بلسم. هذا الكهف مذهل جدا لأنه يحتوي على أعمدة غريبة الشكل. تشكل كل ذلك بسبب انحلال الأحجار الكلسية بالمطر والمياه الجوفية التي غارت داخل قشرة الأرض. صحيح. ومما لا شك فيه أن تشكيل هذه الصخور الناتئة استغرق آلاف السنين، مما يدل على قدم هذا الكهف. معلوماتك صحيحة. نسيت إخباركم عما قالته بلسم، حذرتني من المكان. ومن أي شيء حذرتك؟ قالت لي احذروا من الكهف لأنه شاع أن هنالك مخلوقات مرعبة تعيش في أنحائه. مرعبة؟ قل لي إنك تمزح يا ورد وتريد أن تثير مخاوفنا لا أكثر. وما الذي يخيفك؟ لا شك أنك ولد جبان جدا. ماذا؟ أنا لست خائفا. توقف يا ماهر، ما بك؟ أنت تحجب الطريق عني. إذن فقد تمكن ورد وأصدقاؤه من الفوز على الحاكم علاء والغبيين بيرق وعقلة. لا أريد تسويغا لما حدث أيها الزعيم، ولكن ورد راح يتألق ويزداد خبرة بسرعة كبيرة. إنه يمتلك دراجة جديدة تدعى بالصقر الجارح إلى جانب دراجته السهم الملتهب. لنعترف بأن ورد ليس خصما سهلا. ليس خصما سهلا؟ لا تكرر ذلك، وإلا فإن رجالك سيسخرون منك ولن يحترموك. وإياك أن تقول مثل هذا الكلام مرة أخرى، فأنت ساعدي الأيمن يا أخي، وعليك أن تعلم أن فريق ورد لا يعني لي شيئا، ولكن الشعارات التي معهم هي التي تهمني. أشكرك على هذه النصيحة. أيها القائد، دعني أواجه ورد وسهمه الملتهب. سأسحقه في منافسة أجعلها خاتمة سباقاته. ما من شك أنهم سيستخدمون الطريق المختصر الذي يمر من خلال الكهوف التي تحت الأرض، وسأكمن لهم حتى أتحداهم في مسابقة معركة العالم. تتحداهم؟ ولكن إياك ثم إياك أن تخسر أمامهم، لأنني لن أسامحك عندئذ. أعرف هذا. ما مصدر هذا الضوء الذي يظهر في الكهف؟ إنه يأتي من تلك الطحالب المضيئة. أراك تعتنين بالصقر الجارح. ولم لا؟ فهي إحدى دراجات أسطورة العالم يا ورد، وستنفعنا في جميع منافساتنا القادمة. معك حق يا ميساء. دراجتا السهم الملتهب والصقر الجارح في منافستنا ضد فريق أسنان القرش انجذبت إلى داخل ضوء داكن، وعندما استيقظت وجدت نفسي في عالم الضباب، فهربت أسرع ما يمكنني، لكنني لا أزال لا أعلم ما حدث بدقة. لماذا الصقر الجارح والسهم الملتهب ودراجة شقيق ميساء الأكبر؟ لما كلها من فصيلة أسطورة العالم؟ وكيف سننقذ العالم باستخدام هذه الدراجات؟ لما كل سائقي الدراجات الهوائية مجتمعون على أرض هذه المنطقة الغريبة؟
الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أنك إذا جمعت 10 شعارات ذهبية عن طريق فوزك بمنافسة معركة العالم فسوف تتمكن من العودة إلى منطقتك الحقيقية التي جئت منها. يقال إنك سوف تفهم كثيرا من الأمور إذا وصلت إلى مدينة الضباب، ولكنني أشك في الأمر. بذلنا ما في وسعنا لأجل جمع الشعارات ولكنها سرقت منا. صار معنا الآن 4 شعارات فضية، وسوف نسعى لتعويض ما فقدناه منا. أريد أن أسألك عن أخيك الأكبر، هل يعلم حقيقة دراجتك؟ لا أعلم ذلك، فأخي بسام لم يخبرني بأي شيء عن هذا الأمر. لا أدري إن كان بسام يفكر مثلنا الآن أو أنه لا يأبه لمدة بقائه في هذه المنطقة، فإذا كان يعرف شيئا عليه أن يخبرنا به بدل صمته. ماذا؟ كيف تتحدث عن أخي بهذا الكلام؟ بسام هو أفضل أخ في العالم كله. لحظة يا ورد، إلى أين تذهب؟ سأجلب الماء من الينبوع الذي في الأسفل. ماذا هناك؟ هناك شيء مخيف جدا. لكنني لا أرى أي شيء. لقد كان هناك، أنا واثق بذلك. إنها تخيلات. لم أكن أتخيل يا ماهر، وإن لم تصدقني فعليك أن تفتح عينيك لترى الشيء المرعب هناك. ما الأمر هذه المرة؟ عاد لظهوري مرة أخرى، إنه هناك 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 هناك. لا أرى أحدا هناك. كان هذا من نسج خيالك. أخبرتكم بأنني واثق بذلك، ولا شك أنهم كانوا أولئك المخلوقات المرعبة. لا تقل هذا الكلام السخيف. هيا اهدأ وانسى الأمر. كيف أنسى ذلك المخلوق المخيف يا ماهر؟ كيف؟ إذن سوف نفهم جميع ألغاز هذه المنطقة حينما نصل إلى أرض الضباب. سينتهي الأمر قريبا، فهي مسألة وقت لا أكثر. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ عليك أن تفقد الأمل في الخروج من هذا النفق. من أنت؟ أجبني. أكرر، لن تتمكن من العبور لأن هنالك عدوا مخيفا سيكون في انتظارك في نهاية هذا الكهف وسيقضي عليك لا محالة. عرفتك جيدا، لا تختبئ، أنت بسام المقنع وتحاول إخافتي ثانية. هيا اخرج، فقد كشف أمرك. لكن المقنع واحد من أعدائنا أيضا. ماذا؟ نعم، فنحن نتربص بذلك المقنع الوقح لكي نطرحه أرضا ونقضي عليه. بسام عدوكم؟ أنت من منظمة زعيم الظلام إذن؟ نعم، وسننتصر عليك وعلى من يهددنا. نحن لا نشكل تهديدا لأي أحد، كل ما نريده هو العودة إلى ديارنا، ولكنكم تقفون في طريقنا. لماذا تستهدفوننا؟ ما هدفكم من وراء ذلك؟ ورد، كنا في انتظارك. ماذا؟ في انتظاري؟ ظننتكم تحت الحجارة. لا يا ورد، كنا داخل المغارة. قيل لنا إن المكان هنا ليس آمنا، فانتقلنا بسرعة إلى هناك. قيل لكم؟ ماذا تعنين؟ الأرض لم تكن آمنة يا ورد، سمعت؟ فلو أنكم بقيتم هناك في تلك البقعة لكنتم قد دفنتم أحياء تحت أكوام من الحجارة. ومن أنت؟ إذن فهو الذي قدم إلينا النصيحة. كان عليك أن تخبرني بذلك منذ البداية بدل إخافتي بهذه الطريقة.
جئت إلينا كي تساعدنا، أليس كذلك؟ شكرا لك. قف مكانك، أنا لم آتي لأساعدك، فأنت عدوي الأول. ورد، لقد جئت لكي أتحداك في معركة العالم. إن كنت عدونا فلما ساعدت ماهر وميساء إذن؟ ولم لا؟ فأنا لست شخصا جبانا، وهذا لا علاقة له بأمر المنافسة. استعد لخوضها. عليك أن تعلم أن الطريق في هذا المكان متاهة تمتد حتى المخرج، وإن كنت لا تعرف هذا الطريق فقد لا تجد المخرج أبدا. لذا إن تمكنت من التغلب علي وفزت في المعركة فسوف أخبرك عن طريقة الخروج. لا تثق بهذا الشخص، فحتى لو فاز عليه ورد فهو لن يفي بوعده وسيهرب كاللص الجبان. لن أخلف بوعدي أبدا، أنا أفي بوعدي. إن هذا الصوت ليس غريبا عنا. أنا عضو في قيادة منظمة زعيم الظلام، ولن أقول لكم أكثر من هذا. ورد، ما الذي ستفعله؟ حسناً، قبلت التحدي. ستكون نهايتك يا ورد. إلى السباق. سيكون خط النهاية عند تلك الواحة، لا يهم أي طريق ستسلك، فمن يصل إلى خط النهاية فسيكون الفائز. حسناً، غيرت المكابح والإطارات لتتمكن من مواصلة المنافسة. احذر الانزلاق، كن حذراً. أجل، وحاول ألا تقع بين أنياب تلك المخلوقات. ما هذا الكلام؟ أنا لا أخاف شيئاً من هذا. ليس المكان مظلماً وحسب، فالطريق ضيقة أيضاً، وإذا حركت المقود قليلاً فربما قد أسقط من على الحافة. يا لك من دراج بارع يا ورد، فأنت تجد الطريق الأقصر دائماً مهما كان المضمار صعباً ومعقداً. ولكن براعتك هذه لن تنجح في هذا المضمار المتعرج، لأن اختصاصي هو الطريق المتعرجة التي يصعب على جميع أبطال اللعبة أن يسيروا عليها. ما تلك البراعة؟ لديه مهارات من الطراز الأول. ليس اختياره للمضمار موفقاً وحسب، بل تلك الطريقة التي يستخدمها في مسيره صحيحة أيضاً، فاستغلال المنحدر يمكنه من الانعطاف بحدة عند الزوايا من دون أن يخفف من سرعته. ماذا سأفعل الآن؟ إنه يتقدم علي كثيراً. انتظر. لن أدعك تمر. سحقا لك. نفذ حركة انعطاف الدولفين بأسلوب مذهل، فسد المضمار على خصمه وتجاوز الزاوية بمناورة الاصطدام. لا أستطيع تقليص المسافة بيننا. لم يعد في مقدوره أن يتجاوزني بعد الآن، لأن طريق المضمار صار ضيقا. ماذا أفعل؟ إذا حاولت اجتيازه فسيستخدم حركة الدولفين مرة أخرى ويصيبني. لا بد من طريقة تساعدني على اجتيازه. حسنا، وجدت الحل لهذا. مهما حاولت يا ورد لن تقدر على تجاوزي.
هيا انطلق أيها السهم المنتهك. ماذا؟ ما هذه الحركة يا ماهر؟ هذه حركة الشهاب، إنها مهارة متقدمة يستخدم فيها جدار عمودي لتغيير الاتجاه. لقد نفذ هذه الحركة ببراعة تامة ولم يقع في خطأ. كانت حركة شهاب رائعة. لا تكن مغرورا يا وارد. سأجتازك عند آخر زاوية، فالسباق لن ينتهي بعد. ما الذي؟ المخلوقات المرعبة. إنها خفافيش متوحشة. إذا لم يكن مخلوقا مرعبا، أليس كذلك؟ بل كانت خائفة على أعشاشها. النهاية، لقد فاز ورد. إنها تهاجمه، هيا نقدم المساعدة. هيا ابتعدي عنه. هل أنت على ما يرام؟ تكلم. هل هو بخير يا ورد؟ لا أصدق، إنه سيف. ما حكايته؟ إنه نائب قائد فريق أسنان القرش للدراجات، وقد جاء من منطقتنا. هذا هو الأخ الأكبر سيف، ولديه أخ أصغر يدعى سامر، وقد جرفنا إلى هذه المنطقة الغامضة عندما كنا نسابق هذين الأخوين. إذن فمنظمة زعيم الظلام هي في الحقيقة فريق أسنان القرش. مضى على وصولنا إلى هنا أكثر من عام كامل بحسب توقيت هذه المنطقة، وقد ازدادت مهارة شقيقي الأصغر سامر، وصار بارعا في قيادة الدراجات براعة لافتة للنظر خلال وقت قصير، وهذا ما جعله أنانيا مغرورا بنفسه. إنه يسيطر على مدينة الضباب. ولكن لما يستهدفنا جميع أفراد منظمتكم؟ أخي سامر هو الذي أراد ذلك، فهو يشعر بأنه الدراج الأفضل في العالم، وأن أي سائق دراجة بارع سيكون تهديدا خطيرا لمكانته هذه، ولا سيما أولئك الدراجين الذين يمتلكون دراجات من نوعية دراجة العالم. لقد تغير منذ أن صار قويا وأمسك بزمام أمور مدينة الضباب. سامر يسعى إلى تحقيق حلمه، وهو أن تصير جميع أراضي منطقة الضباب تحت إمرته. إنه يهاجم أي شخص يقف في طريقه. إنه طاغية هذه المنطقة. ما رأيك أن نذهب ونتحدث إليه عن هذا الأمر؟ لعله يصغي إلينا، فنحن زميلان في مدرسة واحدة. لا تتعب نفسك، تفضل. إنه شعار ذهبي حقا. وعدتكم أن أدلكم على مخرج هذا المكان. اتبعوا مسير هذا النهر حتى تصلوا إلى مخرج الكهف. انتظر، أرجوك أخبرنا بأشياء أخرى يا سيف. أخبرتكم بما يكفي. اسمع يا ورد، سنلتقي في منافسات معركة العالم مرة أخرى، ولكن لن تكون الأمور كما كانت عليه هذه المرة، تذكر ذلك جيدا. إن كان سامر قائد فريق أسنان القرش هو نفسه قائد منظمة زعيم الظلام التي تطاردنا، وإن كان سامر أفضل من شقيقه الأكبر سيف، فالسؤال هو ما المهارات التي يجيدها ويتقنها؟ تلقينا اليوم رسالة من سيف أيها القائد، ولكن للأسف لم يتمكن من التغلب على ورد. لا يهمني من الذي فاز بالسباق، فشقيقي يا سيف لم يذهب إلى هناك إلا لكي يجمع المعلومات عنهم. وأعلم أنني عندما يحين الوقت المناسب سأقاتلهم وأغلبهم بأسطورة العالم. لن أقلق من أي شيء ما دامت هذه الدراجة الفريدة في حوزتي وتحت تصرفي. تبين أن منظمة زعيم الظلام الغامضة هي نفسها فريق أسنان القرش للدراجات
الذي يتزعمه الأخوان سامر وسيف، وقد صار سامر خصما قويا يحسب له حساب. فهل سيتمكن ورد من تجاوز العقبات التي سيضعها لهم سامر؟ في إمكان المرء أن يصل إلى قمة الهدف الذي يسعى إليه، ولكن من الصعب عليه أن يحافظ على وجوده عليها، ولا سيما إن كانت قمة يستهدفها أشخاص أشرار. ولهذا يجب عليه أن يشحذ طاقاته ويكثر من تدريباته لكي يطور نفسه حتى يوصلها إلى حدها الأقصى. مغامرة جديدة من نوع خاص ستتعرفونها برفقة الصقر الجارح والسهم الملتهب وزعيم الرعد.